نظم حزب الإصلاح والنهضة صالونا نقاشيا حول الثقافة وتحديات الهوية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الهوية المصرية والتأكيد على أن الدولة مهتمة بالحوار من أجل فتح الباب أمام الشخصيات المختلفة لإبداء آرائهم تجاه التحديات وطرح الحلول الممكنة. جزء من سلسله من الصالونات السياسيه اللي بيعقدها حزب الاصلاح والنهضه في موضوع الحوار الوطني، اليوم عن الثقافه وتحديات الهويه. يمكن جزء رئيسي جدا بنواجهه خلال مرحله العولمه وما بعد العولمه هي فكره فرض ثقافه واحده على المجتمعات كلها دون نظر للخصوصيات الثقافيه. احنا دوله عريقه 7000 سنه ممتده، عدت عليها حضارات كتيره قدرت انها تهضمها، تاثرت بيها لكنها برضو اثرت فيها ونتج منها هويه مصريه. فمن ضمن المحاور الاساسيه اللي هنتكلم فيها النهارده هي انه ازاي نقدر نعمل التوازن ده، توازن ان احنا نبقى منفتحين على العالم، قادرين ان احنا نكون مواكبين لكل جديد، وفي نفس الوقت ازاي احنا قادرين نحافظ على الهويه بتاعتنا دي، وازاي نقدر نقدم للعالم منتج ثقافي بهويه مصريه. ثقافه بكل اللي احنا عايشينه بالذات في السنوات الاخيره ومع كل التحديات السياسيه والايقاع السريع اللي عبرته المنطقه ومنطقه البحر المتوسط بصفه عامه، بيتهيألي ان اثبتنا ان الثقافه هي ظهير هام جدا لاي ملف سياسي واي حوار دبلوماسي مع الاخر، فبالتالي الثقافه يجب ان تتناول بشكل في حكمة وحنكة، وفي نفس الوقت لازم اعتبارها أداة لا تقل أهمية عن الأداة الاقتصادية أو الأداة المجتمعية. ده بالنسبة للدور الخارجي للثقافة. لا شك أن الدولة اليوم مهتمة بقضية الحوار باعتباره منهج للتعامل مع كافة المشكلات التي تواجهنا. بالحوار بالنقاش بيعرض كل منا وجهة نظره، رؤيته للمشاكل ورؤيته أيضا للحلول. لا شك أن دور الأحزاب السياسية هام جدا من أجل التعامل مع مسألة الحوار الوطني، تحديدا عندما نتحدث عن الثقافة، عندما نتحدث عن الوعي. هذا ملف هام جدا ومؤثر للغاية، لا يوجد مشكلة إلا ولعب فيها مسألة الفن والفكر والثقافة الدور الأساسي، وإلا كيف يعي المواطن الحلول أو المشكلات وكيف يعرف طريقة التعامل معها إلا من خلال وجود فكر معين له أو ثقافة معينة قادرة على المجابهة أو أن ينصاع خلف الشائعات وخلف غيرها من الأمور.